بطاريات لكي تقوم بالمكوث لفترة أطول، كلها سوف تحدث في يوم من الأيام. أن لا يوجد لدي شك أن العالم سيصل إلى صفر كربون أو كربون منخفض، اقتصاد كربوني منخفض، ولكنني لا يوجد لدي الثقة أننا سوف نصل في الوقت المناسب لكي نقوم بتلافي أسوأ ما ستجلبه هذه الكارثة. هذا هو مهمتنا السيد الرئيس. السيد الرئيس، علينا أن نجد سبيلا لكي نقوم بتشجيع هؤلاء هذا القطاع الخاص من خلال الاستثمارات، من خلال إعطائهم تسهيلات ضريبية حول هذه الأشياء التي نعمل عليها على مدار الأعوام الماضية، لكي نصل إلى نسبة معينة، وأيضا أن نقوم بجلب البنوك متعددة الأطراف. وأيضا كما تم اقتراح ذلك، نحن في حاجة إلى أن نقوم باستخدام بريت وود، الاتفاقية الخاصة هناك، وأن نقوم بزيادة الأعداد، وأن نقوم بزيادة ما تستطيع هذه البنوك أن تقوم بتقديمه، وأن نقوم بتشجيع تلك الأموال لأن تذهب في ذلك الاتجاه.